طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح أم الدنيا اللي بتجمعنا، مصر اللي وجعها بيوجعنا، اللي ناسمها يرد الروح، اتخنقت ما بقتش تسعنا. أم الناس اللي بتسرقها، رب الناس كبرت تحرقها، صبرا وبتدور غرقها. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا مشاهدينا في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة مع برنامج أم الدنيا. كل سنة وحضراتكم طيبين، وهابي فالنتاين على كل الناس، وعيد الحب مش بس للناس المخطوبين أو المرتبطين أو المتزوجين، عيد الحب لكل الناس. عيد الحب مثلا حبنا الكبير، وكلنا بنحب البلد اللي بننتمي ليها، مصر، ودي أكبر حب في حياتنا. كل سنة وهم طيبين للعيلة، كل النهاردة الناس تقول لعائلتها كل سنة وهم طيبين. الأب يحب الأم، والزوجة تحب الزوج، والابن يحب مامته، والأم تحب ابنها. يا رب السنة اللي جاية يعني يكون عيد حب على مصر، يمر علينا في خير وسعادة. وكل سنة وهم طيبين فريق العمل قناة الطريق وقناة الطريق، كل سنة وحضراتكم طيبين. دكتور جوزيف نصر الله كل سنة وحضرتك طيب. رانيا نصر الله كل سنة وانت طيبة. كل الفريق بتاعنا في امريكا وفي مصر كل سنه وحضراتكم طيبين. ولجوزي كل سنه وانت طيب. ويعني وما ينفعش نقول النهارده ما نقولش كل سنه وانت طيب لقداسه البابا تودروس الثاني. كلنا عارفين النهارده يوم اختياره لكرسي البابويه، وايضا النهارده عيد ميلاده. كل سنه وقداسه البابا تودروس بالف خير ودايما في وسطينا. وما ينفعش برضو يوم 4 نوفمبر ما نقولش ونذكر طبعا احمد شفيق كامل الشاعر المتميز، يوم عيد ميلاده 4 نوفمبر. وكتب لنا اشعار كتيره جدا وكلمات رقيقه جدا، وكان دايما متميز في كلماته الرائعه. احنا هنتكلم يعني في عجاله عن احمد شفيق كامل، وبعد كده نرحب بضيف غالي علينا جدا النهارده. ولكن بعد ما نتكلم عن احمد شفيق كامل، دايما ينتابني شعور قد لا أكون مبالغة إذا قلت أني أحمد شفيق كامل هو مؤرخ الثورة الحقيقي، أو قل أنه يتقاسم هذا التأريخ مع العظيم صلاح جاهين. لو نظرنا لأغنيات الذكريات اللي عملها أحمد شفيق، والحدوتة الجميلة والطيارتين والمتشابكتين، وصحيت على ثورة بترج الدنيا، وقيت أوطاني حكمها في الدنيا، وجمال قدامي بينادي عليا، وقوم ارفع راسك واشبع حرية. دي كلمات رقيقة جدا تم تصويرها من أكثر من 50 سنة،
وكانت على الطريقه السينمائيه، ودي اكثر من يعني رائعه، واغاني وطنيه كان دايما بيتميز بيها احمد شفيق. برضو ما ننساش اغنيه الوطن الكبير، وطني حبيبي الوطن الاكبر، كلنا عارفينها دي، اغنيه لكل الازمان وكل الاوطان، وشعوب كثيره بتتغنى بهذه الاغنيه الرائعه. احمد شفيق كامل ايضا غنى اغاني عاطفيه كثيره جدا، وشاعر متفوق دائما على نفسه، ودايما يعني في مقارنه دايما بتحصل بينه وبين احمد رامي في العاميه، لكن احمد شفيق دايما يتميز في شعره، خاصه في الاغاني اللي غنتها السيده الراحله، بيتميز احمد شفيق بخصائص، ثلاث خصائص. طبعا بيتميز ان هو ما غناش نهائيا عن الهجره او العناد او القسوه، كل كلماته رقيقه، كل كلماته تعبر عن الحب والمشاعر. مثلا اغنيه انت عمري كلها رقه وتفاؤل وامتنان والامل، وايضا هو اللي قال الليالي الحلوه والشوق والمحبه من زمان والقلب شايلهم عشانك. ايضا بيقول صالحت بيك ايامي، سامحت بيك الزمن، نسيتني بيك الامي، ونسيت معاك الزمن. جميله جدا، لغايه دلوقتي عايشه معانا وعمرها ما هتنسى. يعني بنسمع اغاني كثيره في الوقت الحالي بنسمعها وقتها ما تمشي، لكن احمد شفيق كلماته لسه عايشه معانا لغايه دلوقتي. الخاصيه الثانيه اللي بيتميز فيها الشاعر الكبير احمد شفيق، دايما في كلماته بيتكلم عن الزمن. يعني قال انت عمري طبعا والعمر زمن، قال امل حياتي والحياه زمن، قال كمان الحب كله والكل طبعا استمرار، وبتعبر عن الزمن. ليله حب الليله زمن. الخاصيه الثالثه اللي بيتميز فيها الشاعر الكبير احمد شفيق، حاضره او الوقت الذي يحياه هو الجنه بعينها، هو لا يتمنى اكثر مما هو فيه. الشاعر اصلا يعني كله كانت مشاعر واحاسيس جميله جدا، ودايما كان بيشعر ان هو يصل الى قمه السعاده في اللحظه التي يحياها. زي مثلا ابتديت دلوقتي بس احب عمري، ابتديت دلوقتي اخاف العمر. الشاعر دايما كلماته متشبث بوجوده في الحياه، ايه من الاماني ناقصني تاني وانا بين ايديك. وهنا طبعا مقتنع ان هو الفتره اللي بيعيشها يعني يجب ان يعيشها بكل ما فيها. هذا هو الشاعر الكبير احمد شفيق كامل، وما ينفعش يمر علينا عيد الحب من غير ما نشكر احمد شفيق كامل. كل سنه وحضراتكم بألف خير، لكن ارحب بضيفي الغالي النهارده، ضيفنا النهارده دكتور ومحاضر قوي، طبيب استشاري وعضو مجلس إدارة عدة جمعيات ثقافية، منها الجمعية المصرية للتنوير، وجمعية محبي التراث القبطي، وجمعية الآثار القبطية، وعضو مجلس الأمناء في عدة مراكز حقوقية، منها مركز المليون ومركز الكلمة، منظمة حقوق الإنسان المصرية والعربية، وأيضا أستاذ اللغة القبطية في معهد الدراسات القبطية لأكثر من 20 عاما. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ كمال فريد، إزي حضرتك؟ كل سنة وانت طيب؟ حضرتك طيب. 14 النهاردة، وعايزين يعني كلمة في بداية الموضوع عن الأم الكبيرة اللي احنا دايما بنتمتع بها وعايشين في ظل حماها، وكلنا بندعي ان ربنا يعني لو بنمر بأزمة شوية في مصر ربنا يعافيها على خير. كلمة الأمنا الكبيرة. أول حاجة كل سنة وحضرتك طيبة، كل سنة وكلكم طيبين ومصر طيبة. طبعا البلد اللي احنا عايشين على خيره هي البلد اللي لازم كلنا نشعر بالانتماء. بالمناسبة دي انا بعديها البيتين اللي هقولهم دلوقتي، انا مصري، انا مصري لاخر لحظة من عمري، يا مصر يا غالية يا أمي، مفيش غيرك حبيب ليا، وكل خلية من دمي هي خلية مصرية هوية بنتولد بيها، وهي اللي بعيش ليها هوية فارقنا بتجري. أنا مصري، أنا مصري. الله يخليك. الغنوة دي اتلحنت وغناها أكثر من مطرب، وهي اعتقد هي الرساله اللي اقدر اوجهها لمصر امنا وحبيبتنا النهارده. طيب يا عزيزي،
رسالة بقى خاصة، رسالة بقى خاصة. مش عارفين بقى دكتور فريد وجهها طبعا اوجه لحبيبتي مراتي، وبرضه اقول لها يا حبيبتي عشتي ليا، يا حبيبتي ليا مين في الدنيا دي غيرك انت، عشتي عشتي يا حبيبتي. يعني تحية بقى من الدكتور كمال لزوجته الحبيبة. كلنا نتعلم من الجمل اللي قالها دكتور كمال النهاردة، يعني مفيش أكبر من كده. حب عشت سنين طويلة وقصة كفاح طويلة جدا، يعني رغم السنين بتمر، ولكن يعني بصوا المحبة طالما مزروعة من البداية بتفضل مستمرة طول العمر. كل الشباب بقى الصغيرين يتعلموا شوية من دكتور فريد، وكل واحد متزوج كده يعني حاجة صغننة كده النهاردة، هدية أو كادو صغنن للدكتور، وبرضه الزوجة ممكن تعمل تبقى لفة طيبة من الاثنين. طيب بالامس يا دكتور حصلت مناوره اسمها مناوره بدر عام 2014، مناوره كبيره جدا شاهدها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دي طبعا لتعزيز الكفاءات القتاليه للقوات المسلحه ورفع قدرتها على حمايه اراضي وسياده مصر. عارفين كلنا ان مصر بتمر بظروف صعبه جدا في الفتره اللي فاتت، وبناء عليه جيشنا كل يوم كل وقت وباستمرار يعني بيتدرب. احنا عارفين طبعا ولادنا في الجيش بيحكوا لنا دايما ان تدريبات الجيش بتبقى قاسيه جدا وصعبه جدا، علشان بتواجههم ازمات ومشاكل كثيره جدا علشان يكونوا قادرين ان هم يكون قد المواجهه. فسياده الرئيس بالامس يوم الاثنين في صباح يوم الاثنين شهد هذه المناوره اللي تم تنظيمها ضمن فعاليات المناورة الاستراتيجية للقوات المسلحة بدر عام 2014، تدريبات عالية وقاسية جدا. كان في استقبال سيادة الرئيس طبعا رئيس الوزراء إبراهيم محلب والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. طبعا كان في كلمات كثيره جدا اتقالت في هذه المناوره، من ضمنها طبعا كلمه قويه جدا لرئيس عبد الفتاح السيسي. في هذه الكلمه بنشاهد ان الكلمات اتكررت اكتر من مره، وكل مره بيحكي لنا ما حدث، وان وقفه الجيش كانت لهدف معين ان هو يحمي الشعب المصري في بدايه الامر. دكتور كمال عايزين نشوف راي حضرتك، يعني خبرتك الطويله وما حدث في مصر في الفترة اللي فاتت والكوارث الكثيرة اللي شهدتها البلاد، خاصة المذبحة الكثيرة التي حدثت في كرم الفوارس، وكمان التدريبات اللي بتشهدها البلاد الفترة دلوقتي. يعني امبارح كان في مناورة اسمها مناورة بدر، حاجة صعبة جدا، الجيش بيحاول يتدرب بأقصى قدرة ممكنة لديها علشان خاطر يكون قادر على حماية. طبعا انا بحيي جيش مصر العظيم. الجيش وسيادة الرئيس السيسي انقذوا مصر من كارثة كان ممكن تحصل، بالعكس مش كان ممكن تحصل، اكيد احنا كنا سائرين الى هذه الكارثة. احنا اول ما قامت ثورة 25 يناير 2011 فرحنا بيها واعتقدنا انها تبقى تغيير الى الافضل. كل الشعب المصري مسيحيين ومسلمين فرحوا بيها، ولكن الاخوان المسلمين قفزوا على هذه الثورة واستولوا عليها، واحنا عارفين كل اللي حصل. مش بس الشعب المصري كان بيقاسي، طبعا الشعب المصري كان بيقاسي اساسا من انعدام الامن. الاقباط على وجه الخصوص كانوا بيقاسوا بسبب العدوان عليهم، العدوان على الكنائس، العدوان على المحلات، العدوان على المنازل، كل ده
استمر يحصل لمدة طويلة، بحيث ان احنا وصلنا بقيمة امل، وقلنا يا ريت ما كانت الثورة دي حصلت. وبعد ما الليل ظلم وبقى شديد الظلام، وجئنا بالنور الجديد على ايدين قيادة الرئيس السيسي. دي معجزة، ما نقدرش نقول ان هو عمل انسان طبيعي. وصوري على الفيسبوك انا ومراتي واولادي، وشاركنا في كل حاجة. وازاي ما نشاركش؟ طبعا احنا وغيرنا ما فيش مصري ما شاركش، الا الخونة اللي هم ضد المدرسة. طبعا يعني الارهاب ألمنا ألم شديد جدا، مش بس كمسيحيين. البداية كانت كمسيحيين، وبعدين بقى عدوان على الشرطة وعدوان على الجيش. وده شيء طبيعي لما يبتدي عدوان على فئة معينة من الشعب وباقي الشعب يسكت وبالبلدي كده يطنش، لازم يفهم ان الدور جاي عليه. طبعا انا من سنين، من عشرات السنين، وانا ضد الارهاب طبعا، وبكتب، ومعايا دلوقتي زجل انا كنت يعني حضرته وجبته معايا، قلت جايز. كنت متوقع اسئله من النوع ده، اذا الوقت اتسع هقرا للي موجودين. فهو ضد الارهاب. هل حضرتك تحب دلوقتي ولا في الاخر؟ لا، احنا هنسمع الفيديو الرئيس ونرجع نسمع الزجل الجاي. كلمه الرئيس في هذه المناوره، وكان بيتكلم بكل شده وكل حزم علشان خاطر الناس تستوعب الدرس. المشكله مش في ان احنا، المشكله مش عندنا في الحدود، المشكله دلوقتي بقت مشكله وجود. نشوف، نرجع لحضرتك. لهامش حضوره مناوره بدر 2014. يعني انا دايما احب اتكلم واكرر في الكلام، والهدف من التكرار هو الهدف ان احنا نبقى دايما نتذكر ونعرف النقاط والثابت اللي احنا عايشين فيها، لان ده مهم جدا في ظل الظروف اللي احنا بنقابلها. ويمكن واحنا قاعدين في المنصة قلت ان اذا كان في تحدي حقيقي لدولة زي مصر، تحدي وجود حقيقي، ده معناه ان لازم الصورة دي تبقى دايما حاضرة في ذهننا، دايما واحنا بنتعامل مع حياتنا، مع الواقع اللي احنا بنعيشه، دايما نفتكر ان احنا في حالة تحدي حقيقي. يمكن في من الحضور او حتى من اللي هيسمعني من المصريين يقول ان هو، هل ده معناه ان احنا الحالة الامنية هي الحكم علينا او الحكمة في كل تصرفاتنا؟ لا ابدا، وما ينفعش. لكن احنا بنقول الصورة العامة، وعشان كده انا هتكلم شوية في التاريخ. التاريخ مش بعيد قوي. لما نفتكر قبل 30 يونيو، وانا هرجع كمان اكتر شوية عن كده واقول حتى قبل 25 يناير، كنا احنا حريصين على ان سينا ارضنا اللي في دم وفي ارواح بذلت من اجلها تفضل ارض مصرية، وتفضل ارض متسيطر عليها، ولا تمثل تهديد لحد، حتى لا يؤدي ده لمصر لمشاكل كبيرة. انا بقول الكلام ده ليه؟ ببدأ من النقطة بتاعت او الجزئية بتاعت سينا بالذات. ليه؟ لان الجيش يوم 28 يناير 29 يناير، اول ما حصلت الاحداث ديت كان موجود في المنطقة به وجيم، ولم يتعرض لأحد، لم يتعرض لأحد. يناير وفبراير سنة كاملة 2011 2012
2013، هل الجيش ما كانش قادر ان هو يتعامل مع الواقع اللي موجود واللي بيتزايد يوم بعد يوم؟ انا بقول الكلام ده لكل اللي بيسمعني وللمصريين، ان احنا كنا حريصين على ان احنا الجيش ما يدخلش في مواجهة مع حد. يعني ايه ما يخشش؟ يعني بيحاول يحافظ على ارواح المصريين حتى لو كانوا بعضهم مش فاهم. الجيش في بداية الأمر لم يدخل في مواجهة مع أحد، وده اللي كان الجيش ملتزم بيه حتى آخر وقت. لكن طالما الخطر كان جاي على مصر وعلى المصريين، الجيش ابتدى يتحرك. رأي حضرتك دكتور كمال في كلمات الرئيس رائعة اللي كانت بالأمس؟ هو فعلا الجيش المصري من أول لحظة انحاز إلى جانب الشعب المصري، وفعلا يعني انا بتكلم عموما الا في حاله واحده، وهي حاله ماسبيرو للاسف. احنا نقدر نقول لكل عالم هفوه او لكل جواد كبوه، بس الهفوه دي كانت كبيره قوي، كانت صعبه على المسيحيين، كانت صعبه على المسيحيين، والمفروض تكون صعبه على كل المصريين. اكيد. فانا اللي عمله السيسي لما أنقذ مصر كلها من الإخوان بيخليني أغفر للجيش هذه الهفوة، ولكن على شرط، على شرط إن إحنا نلاقي تغيير. يعني إحنا لحد دلوقتي عندنا آمال وأحلام، إنما ما لقيناش تغيير. التغيير هيكون بإيه؟ يوم ما ألاقي رئيس جامعة مسيحي، يوم ما ألاقي اصطاف بالجامعة مسيحيين، يوم ما ألاقي بأمن الدولة مسيحيين، يوم ما ألاقي بالوزارات السيادية مسيحيين، مش حالة استثنائية مثلا، يوم ما ألاقي الكنائس اتبنت، يوم ما ألاقي إن الكوادر المسيحية موجودة في كل مجال وأكفأ من الكوادر المسلمة. وأنا بقولها كده وبصوت عالي، لأن المسيحيين ما لهمش غير كفاءتهم. اللي ساعد على ان المسيحيين يستمروا 1400 سنة هي كفاءتهم. طبعا. هم بيتعلموا وبالعلم قدروا يوصلوا انهم يمسكوا مراكز، ان الحاكم ما يستغناش عنهم، ولحد دلوقتي الاسرة المسيحية هي الاسرة المتماسكة. طبعا. الاسرة المسلمة كثير منها اسر مفككة، الطلاق بيودي الاولاد في الشوارع، تعدد الزوجات بيخلي الراجل مش مهتم بأولاده. فالواقع ان المسيحيين كفاءات، وان هم لو شغلوا الاماكن اللي يستحقوها هتنهض البلد اكتر واكتر. اكيد. وبالمناسبة ديت استعيد ذكرى الشخص اللي ساعد على حد سد برليم، اللواء باقي زكي. لولاه كان زمان سينا لا زالت محتلة لحد دلوقتي، وكانت ضاعت إلى الأبد. فيا حكومة يا مصريين، استفيدوا من كفاءة المسيحيين بوضعهم في الأماكن المناسبة، علشان فايدة مصر وفايدة جميع المصريين بما فيهم منه. أكيد أكيد. إحنا نسمع الزجل بس بعد ما نخلص موضوع المناورة. طيب كمان سيادة الرئيس بالأمس تحدث عن دور الشباب، وقال بكل شدة أنا عايز الشباب معايا دلوقتي، لأنهم الشباب هم دول يعني خلاص الكبار عملوا اللي هم عايزينه وخلصوا حياتهم وقضوا رسالتهم، ولكن الدور الكبير على الشباب. كل الشباب لازم تشتغل بجد، كل اللي بيشتغل في وظيفة معينة يشتغل فيها بكل جد وكل نشاط، علشان بكده هو بيخدم البلد، بكده هو بيبني طوبة في مستقبل البلد. بكده شفنا مجموعة الشباب اللي يعني بحاجة بسيطة قوي راحت عملت حاجات كده في سلم مترو غمرة، والكوبري بتاع غمرة بقى أكثر من رائع. كان بدل ما كان الكوبري شكله سيء جدا وشكله لا يطاق، فعلا شوية حاجات صغيرة وبنات وشباب من كلية الفنون الجميلة عملوا حاجة، قدروا يعملوا حاجة.
كمان يعني اتذكر برضو المايسترو سليم سحاب لم مجموعه من الاطفال الشوارع علشان خاطر يعلمهم ازاي يبقوا يعني بيغنوا، ودلوقتي نجح بالفعل ان هو ياخد مجموعه كبيره من اطفال الشوارع وابتدى يعلمهم حاجه. ده بكده هو بيخدم البلد، مش شرط ان انا ادي فلوس لصندوق تحيا مصر، مش شرط ان انا اعمل حاجه معينه، لا انا باخد مجموعه ممكن يكون ميؤوس منها اصلح منها وكده انا بخدم البلد. كمان الرئيس قال في كلامه بالامس ان احنا مش هننسى الشهداء، وده طبعا شهداء القوات المسلحه اللي هم بذلوا ارواحهم ودمائهم في ارض سيناء علشان خاطرنا. كل الشهداء اللي راحت في سيناء يا اما احنا يا اما هم، يا اما الشعب المصري يا اما الجيش المصري، والجيش اختار ان هو يكون في المقدمه، هو الاول، فهو الاول هو اللي بيتلقى ضرب الرصاص في البدايه. قال كمان سيادة الرئيس ان هذا المخطط لن ينجح بفضل وعي الشعب المصري ومساندته لمختلف مؤسسات الدولة المصرية التي يجب تعزيزها ودعمها، في مقدمتها طبعا القضاء والشرطة والإعلام. فاكرين ايام المعزول لما كان طلع قرارات تعسفية خاصة بالقضاء وان هو يكون ليه الرأي النهائي والاول في مسألة القضاء، مع ان القضاء دي سلطة لوحدها ملهاش اي علاقة برئيس الجمهورية، هو كان بيحاول يفرض سيطرته. فاكرين كمان محاصرة المحكمة الدستورية العليا وقت المعزول، فاكرين كمان محاصرة مدينة الانتاج الاعلامي، كل دي حاجات ذكرها سيادة الرئيس بالامس. كنا عايشين بمعنى اصح في حاجة اسمها يعني كنت بسميها زمان نظرية التكويش، تكويش يعني كوش على كل مؤسسات الدولة علشان تقدر يعني تفرض سيطرة بأكبر شكل ممكن علشان تقدر تبني حلمك اللي هو من وجهة نظرك اللي هو الخلافة الإسلامية. قال كمان إن العقد بين الحاكم والمحكوم في قانون ودستور بينفذه، لو أخلي بيه أكيد مش هنقدر نستمر مع بعض. في فترة من الفترات أو لما جه المعزول مرسي ومسك الحكم، الناس اللي ما انتخبتوش قالت يا جماعة خلاص أدينا هنجرب، والناس اللي انتخبته قالوا ده بتاع ربنا هاتوه وهو اللي هيحكم بالعدل. دي الناس اللي ايه اللي قالت ان هو راجل كويس. الناس اللي ما انتخبتوش قالت خلاص هو ده قدرنا وان احنا هنكمل معاه وهنمشي وراه بس يعاملنا كلنا زي بعض. فوجئنا العكس تماما، وفوجئنا بفرض سيطرة غير عادي غير عادي على كل حتة في الدولة. ولما رفضنا، انا دلوقتي لما بروح اعمل توكيل لمحامي بقول له انت هتترافع عني في القضيه الفلانيه، ما عجبنيش المحامي وغيرت، المفروض التوكيل هيفضل ساري؟ اكيد انا هبلغ التوكيل. هو ده العقد اللي بيني وبين الرئيس، انا اخترتك كرئيس، انت ما كنتش قد المسؤوليه وعرفت تمشي البلد يعني كما يرضي الله، خلاص انا فسخت العقد اللي بيني وبينك وبناء عليه نزلنا يوم 30/6. الكلام ده كله اتقال في المناورة بالأمس مع يعني شوية التعليقات اللي أنا قلتها، وحابين نشوف كمان يعني لو معانا جزء من كلام الرئيس. بس قبل كلام الرئيس ممكن نسمع الزجل بقى علشان لازم النهاردة عيد الحب، نسمع شوية رومانسية، نبطل شوية الشد اللي احنا فيه ده ونسمع شوية كلمات رقيقة يعني تحسسنا بقى ان مصر لسه بخير والدنيا جميلة ان شاء الله والدنيا تبقى لونها بامبي باذن ربنا. يبقى بلاش الزجل ده لان هو ما فيهوش رومانسيه طبعا. مش مشكله مش شرط رومانسيه يعني الهيرمزيه. وبعدين عايز اعلق على كلام حضرتك، الاخوان هم زي خليه سرطانيه. بتنتشر. يعني دخلت في جسم مصر وابتدت تنتشر ولسه لا زالت موجوده لحد دلوقتي. بنحاول نتخلص منها وبنحاول نعالج الجسم، نحاول نستأصلها انما للاسف هم اول ما دخلوا نشروا رجالتهم في كل الاماكن المهمه، من اخطر الاماكن اللي هي المدارس، التعليم، لما يبقى او المستشفيات طبعا. وحضرتك يمكن شفت البرنامج بتاع وائل الابراشي. هنتكلم عنه. نسمع شعر بقى يا دكتور. هسمعكم شعر، بس هو شعر مش رومانسي ولا حاجه، لان انا بكلم الارهاب. هو كان بمناسبه الارهاب. انا مسميه لغه الوحوش. شفت حضرتك اللي جم في التلفزيون
يومين ثلاثة بعض الملتحين اللي كانوا راجعين من سوريا وراحوا اتدربوا هناك ورجعوا عشان يبقوا خلايا نائمة تعمل تخريب في البلد. بقى عندنا في مصر هنا ويقال ان برضو سمعت في التلفزيون ان مرسي بعت 4000 واحد اتدربوا بهذا الشكل من هنا وكل واحد منهم كان هيجي عشان خاطر يخرب في البلد. فلغة الوحوش ده انا بقدمه الى كل ارهابي طبعا وهم كلهم ملتحين. فبقول يا بودقن يا بودقن انت يا وصباجي انا مش هلومك انما هدعي يصيبك بلطجي بمصيبه تاخدك في السماء. وهناك تخش السماء بعد ده كله يا دكتور؟ ما هو السماء بس فين؟ انا جاي اهو اقول لحضرتك وهناك هتعرف ايه الحقيقه وازاي ظلمت نفوس بريئه وتقول يا ريت انا ما افتريت لما تشويك الحريقه. عرفتي بقى هيخش السماء ولا لا؟ لكن بقى كلمه يا ريت يا اخويا مش هي الطريقه. الطريقه هي انك تترك الارهاب وترجع. ده اللي كان وبيجرى منك مؤذي ليك ولهوش هينفع. انا مش هلومك يا غبي، ده انت لقيت نفسك كده. رضعت وانت يا دوب صبي كل السموم بالشكل ده. لومي للي خدعك والنبي قال لك ده كل الناس عدا ولا فيش سلام على الانام الا من اتبع الهدى. والباقي اوعى تحبهم واوعى تبقى منهم واوعى تعمل زيهم ولا حتى تلبس لبسهم، يعني تعاديهم كلهم. وقال افندينا خلينا من طينة وهم من طينة ونحب بعضينا ونأذي في غيرنا من غير ما يأذينا، واللي معادونا هم أعادينا وإن حتى حبونا برضو أعادينا، يعني مبدأنا مفيش حبيب لينا. بس اللي قال اكره ده جحش، معرفش إن الشر وحش، ساعة ما يفلت من العقال السيطرة عليه محال. ده الشر ده أمره عجيب، ملوش حبيب مهما ملوش حبيب لما يصيب. قبل العدو يقتل صديقه ويدمر الكل في طريقه، ومهما تلقى الشر طال يسير برضه إلى زوال. يا عصبجي هدعي عليك بالموت يجيك من أخي ماسك في إيده القنبلة ودينه دين البلطجة، من غير سبب بكرة يعاديك علشان يكون ملهوش شريك، ومدام عقولكم قفلة راح تجرى بينكم عصلجة ويدور حوار بينك وبين بالمطاوي والسيوف، يديك في قلبك يديه في عينه ويضيع كده منكم ألوف، مدام انتو غشم ما تعرفوش الدنيا غير لغة الوحوش. زي العراق تبقوا كده لما ابتدت هي وإيران وتنتهوا بالشكل ده. ده حلم عندي من زمان إن الوحوش كده تنتهي لما بصراعها تتلهي، والدنيا تفضل للوديع تفضل لناسها الطيبين والخير يعم على الجميع. قولوا معايا يا ناس أمين. يعني مش رومانسي شايفة. بس يعني مشاعرنا كلها يعني معي كلنا بنكلم الارهاب بنفس اللغه. كلنا شايفين الارهاب ان هم وحوش، كلنا شايفين الارهاب ملوش دين، كلنا شايفينه ان هو خسيس غدار. بقول عليه بيضرب ويجي دايما، يضرب القنبله ويروح جاي، لكن احنا عندنا الجنود اللي بتتحدف عليهم القنبله ماسكين السلاح واقفين لغايه ما يموتوا. هيموتوا عشان خاطر احنا نعيش. انا عايز اقول حاجه. اتفضل. هو الانسان اذا اتربى على قسوه القلب مش ممكن بعد كده يبقى حنين تجاه ناس وقاسي تجاه ناس تانية. بيبقى مبدأ واحد. بتبقى القسوه اتزرعت فوق. فعلا. وبعدين انا يعني بستغرب على الاطفال
اللي بتشوف الخروف بيندبح في الشارع. لا دلوقتي مش بني ادمين يا دكتور يعني. ايوه ما هي دي النتيجه. هو خلاص الرحمه ما بقتش في قلبه. هو المفروض في طفل على فكره شاف واحد بيذبح خروف حاول ينفذ الموضوع ده في البيت عنده واخته الصغيره، يعني حاول يمسك السكينه ويذبح اخته بالفعل. تخيلوا يعني الام لحقت البنت بالعافيه وديتها المستشفى. فهو دي النتيجه. بالظبط. وبعدين اذا انا اتعلمت ان انا اكره ناس واحب ناس ما ينفعش، وان انا ارحم ناس واسع على ناس ما ينفعش. فالقلب بيتكون على شكل معين. فالنتيجة ان هم دلوقتي بتلاقي مسلم سني بيقتل في مسلم شيعي، ومسلم شيعي بيقتل في مسلم سني. واخر حاجة هيقتل في نفسه بقى. لا 500 مسلم سني اتقتلوا على ايدين داعش لمجرد ان هم حاولوا يدافعوا عن بلدهم ورفضوا ان هم يستسلموا لداعش. يعني دلوقتي بقى سني بيقتل سني. يعني النتيجة ايه؟ النتيجة ان زي ما انا قلت كده هتلاقيهم قاموا على بعض زي ما انا قايل في الزجل، وزي ما انا اتنبأت ادي بيحصل في العراق كل اللي انا اتنبأت. تمام. لجنة تقصي الحقائق اللي كان مشكلها الرئيس ويصدر قراراته ليها تقريبا يوم السبت بعد الحادث الأليم اللي حصل في كرم القواديس، لجنة أكثر من رائعة، وكان عايز منها تقرير مفصل للحوادث اللي حصلت في سيناء، وبالفعل هم قاموا بتقديم هذا التقرير والأحداث يعني اللي تقدمت لسيادة الرئيس بعد 30 يونيو تضمنت جميع العمليات اللي استهدفت أفراد الجيش ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والاعتداءات اللي تمت على أهالي سيناء واستهداف بعض المصالح الاقتصادية من أول ما تم عزل الرئيس محمد مرسي. ايضا التقرير تم توصيفه، يعني ما رضيوش يكتبوا في التقرير ان هي عمليات ارهابيه، قالوا اعمال العنف في سيناء بدل كلمه العمليات الارهابيه، واستخدموا كلمه الجماعات المسلحه بدلا من التكفيريين او الارهابيين. احنا طبعا بنطلق على اي حد ينتمي لجماعه الاخوان ارهابي او تكفيري، لكن هم في التقرير قدموا كلمه بديله يعني رقيقه شويه، سموها الجماعات المسلحه. طبعا التقرير قدم فيه المنازل اللي كانت فيها الانفاق. احنا عرفنا ان تقريبا 24 نفق تم رصده في المنازل في منطقة سيناء بعد ما الجيش قرر ان هو يعزل هذه المنطقة واعطاء التعويضات لمن يستحق التعويض. في مجموعة كبيرة وجدوا في منازلهم حتى لقيوا في مساجد خاصة في رفح انفاق. نجيب صورة الانفاق اللي معانا، يعني عايزين نوري حضراتكم ما شاء الله الانفاق بقت انواع كمان، يعني مش نفق ده نوع من انواع النفق، تحس عيشه متكامله تحت الارض. ده نفق، في كمان انواع، في نفق للفقير اللي بيعدي منه الفقير، في نفق لمتوسط الحال، في نفق للغني شويه، في نفق لكبار الزوار، يعني حاجه غريبه جدا، انواع مختلفه من الانفاق وباشكال كتيره جدا. رصد التقرير المنازل اللي كانت فيها انفاق كانت بتاخد شهريا، المنزل الواحد اللي كان فيه نفق بياخد 150 او 200 الف جنيه من الجماعات المتطرفه. يعني انت عندك نفق في بيتك باخد منه يعني ايجار شهري 150 الف جنيه او 200 الف جنيه. طبعا استغلوا جماعه الاخوان الاحوال الاقتصاديه اللي يعني صعبه في مصر خلال هذه الفتره و ابتدوا مع الناس دول. كمان رصدت من اول التصريحات الخاصه اللي قالها لنا بلتاجي في رابعه فاكرينها، اللي قال هتنتهي الدماء في سيناء لما عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع يقرر رجوع محمد مرسي للحكم، وده طبعا استحاله استحاله، حتى لو مين قرر ان مرسي يرجع استحاله، كانت على جثث الشعب المصري. كمان التقرير كان في التقرير الهجوم على نقطة كمين للجيش بقرية الجورة بشمال سيناء في 5 يوليو، طبعا ده كان أسفرت عن مقتل مجند وإصابة ثلاثة ومقتل القس عبود مينا عبود، فاكرينه اللي هو كان ماشي بعربيته تم إطلاق وابل من الرصاص، فاكرين اللي زوجته لبست أبيض وهي في استقباله
استقبال جثامينه في الكنيسة. أيضا تضمنت هذا التقرير عودة تفجيرات خط الغاز. ما كناش بنسمع عن تفجيرات خط الغاز وقت المعزول لما كان ماسك البلاد، طبعا لأنهم وصلوا للهدف بتاعهم، لكن تفجيرات خط الغاز بعد ما تم عزل الرئيس المعزول واستهداف مدرعة للشرطة في 12 يوليو واستشهد وقتها محمد أبو العنين. أيضا رصد التقرير مقتل 25 جندي من ولادنا في الأمن المركزي لما كانوا ماشيين في حافلة كبيرة وزرع القنابل في كل حتة. ده جزء من التقرير اللي كان قدمته اللجنة المختصة بهذا الشأن لرئيس الجمهورية، وهم لسه متابعين الموقف في سيناء، وابتدت التعويضات تتصرف للأهالي اللي هم بيستحقوا التعويض. يعني لدرجة التعويضات وصلت لمليون وفوق المليون. لو نبص في منطقة رفح يعني مش اللي هي العيشة المرفهة جدا، يعني العيشة على القد، يعني مش العيشة اللي هي البزغ والطرف اللي احنا بنسمع عنه، لا العيشة يدوبك محدودة. فتعويض مليون جنيه لهذه الأسر أعتقد كويس جدا. الدولة عمالة تدفع تعويضات لأن الناس اللي بتموت كتيرة جدا. تعويضات. أيضا أخذ عيسى خرافين أحد المشايخ القبلية في رفح، عشان بس ده رد للناس اللي بتقول ليه بتهجروا تهجير قصري من رفح. الناس راضية والناس عايزة يعني تمشي من المنطقة اللي مليانة إرهابيين. طبعا اللي مش عايزين يمشي اللي في بيوتهم الأنفاق اللي بيقبضوا 150 ألف جنيه في الشهر و 200 ألف جنيه في الشهر. لكن أحد الشيوخ الكبيرة في رفح بيقول إيه؟ إخلاء المساكن للحفاظ على الأمن القومي، بيرفض كلمة التهجير. مفيش تهجير قصري غصب عن عين الناس. الناس حابة تساعد الجيش. طيب قرار من ابراهيم محلب بتشكيل لجنه لاسترداد الاموال المهربه، وده كلنا كنا بنامل فيه من فتره كبيره جدا. الاموال اللي هربت خارج مصر ترجع مصر، لان اولى بيها مصر والمصريين. احنا عايزين نرجع يا دكتور لمناقشتنا بقى حول اللغه القبطيه. يعني انا عارفه ان اللغه القبطيه هي شغل، قبل ما ندخل على اللغه القبطيه لازم اعلق على كلام. طبعا اتفضل. طبعا الانباء ديت جريمه لازم يبقى عقابها الاعدام. حلو جدا النقطه دي يا دكتور. ليه بقى الناس اللي اكتشفنا فيها ان هم انفاق تحت الارض وكانوا بياخدوا تمويلات خلال الفتره اللي فاتت، لماذا لم يتم معاقبتهم قانونيا ما دام مخالف؟ وبناء على هذه الانفاق دخلت كمية أسلحة كبيرة وخرجت كمية أسلحة ودخلوا ناس عملت تفجيرات وحاجات كتير. لماذا لم نطالب ان احنا الناس دي تتعاقب؟ ده سؤال وجيه. بس حضرتك يعني طيبة قوي، بمجرد بتقولي نعاقبهم دول لازم اعدام. لان دي جريمة خيانة، وجريمة الخيانة محتاجة اعدام. ايه معنى ان بلد نلاقي حدوده مفتوحة؟ تصوري حضرتك بيتك وسايبه الابواب والشبابيك مفتحه، اتفاجئ ان اللي عايز يدخل. ديت جريمه كبيره قوي. ديت عملها حسني مبارك، وايامها كان في مبرر، بس المبرر ده مبرر واهي. قالوا علشان نقدر نبعت لغزه احتياجات. طب ما نبعتها من فوق الارض، نبعتها من تحت الارض ليه؟ وكان في معبر رفح اعتقد مفتوح طبعا 24 ساعه، يعني كان في رقابه على هذا المعبر علشان نشوف الحاجات اللي داخله والحاجات اللي خارجه. بالظبط. فمجرد ان هو يسمح بوجود انفاق تخلي حدودنا سداح مداح بالشكل ده، دي جريمه كبيره. انا رايي ان كل بيت يلاقوا فيه نفق اعدام لمالك البيت ده ومصادرة لجميع أمواله، زي ما حضرتك قريت دلوقتي إن كانوا بياخدوا مبالغ ضخمة جدا كل شهر مقابل وجود هذه الأنفاق. يعني هم كونوا ملايين، كلهم بقوا أصحاب ملايين. طبعا تتاخد ويتصرف منها على الناس الطيبة اللي ما كانش عندها أنفاق، ويتبني ليهم بيوت بالشكل ده. فيعني ديت ملحوظة سريعة بخصوص الأنفاق. والمذهل ان هم 2000 نفق، قربوا من 2000. ازاي الحكومه القديمه طبعا بتاعت حسني تسكت لما يزيد العدد بالشكل ده؟
واكبر تحيه للجيش ان هو عمال يكتشف اتخذ القرار بهدم هذه الانبان، فتحيه للسيسي. اكيد. طيب نرجع للغه القبطيه بقى وشغل حضرتك الشاغل، اللغه القبطيه في حياه دكتور كمال. اللغه القبطيه فعلا شغلي الشاغل ابتدت معايا وانا طفل. انا عندي دلوقتي 78 سنه. العمر كله. الله يخليكي. كنت في طنطا. كنت بروح اصلي في كنيسه العذراء في الصاغه، وكان في خلاجي نهرين، نهر قبطي ونهر عربي. لفتت نظري اللغه ديت، كانش في تدريس فيها ولا حد بيكلمنا عنها. ابتديت اقارن الحروف ببعضها في اسماء الاعلام، واعرف كل حرف بيتنطق ازاي، وبعدين بمجهود حضرتك الشخصي. بمجهودي الشخصي. وانا تلميذ. تمام. تلميذ في ثانوي يعني. وبعدين لما دخلت الجامعه كليه الطب جاني زميل قال لي ده في دروس لغه قبطيه في مكان في شبرا، جمعيه في شبرا، الدكتور شاكر باسيليوس اللي هو استاذ اللغه القبطيه السابق او الاسبق، فكان بيدرس. رحت معاه، حضرنا محاضره واحده، وبعد كده زميلي ده انقطع. يعني زي ما يكون ربنا كان مرتبه ليا علشان يوصلني للمكان ده. حبيتها واهتميت بيها ودرستها، ولما اتخرجت التحقت بمعهد الدراسات القبطيه في الستينيات. يعني حضرتك كنت بتدرس طب؟ 1900 خلصت الطب. انا ما اقدرش التحق بالمعهد ده الا لو معايا شهاده جامعيه. فلما خلصت سنه 65 او 64 التحقت على طول بالمعهد. ابتديت ادرس هناك، وبعدين سبت القاهره وانشغلت بدراستي بدراساتي كطبيب بقى عشان اتخصص. وبعد ما خلصت التخصص بتاعي قلت ارجع بقى اهتم باللغه القبطيه تاني. اللغه القبطيه ليها علاقه باللغه اليونانيه. اللغه اليونانيه هي المصدر الاساسي اللي اترجمت عنه المخطوطات اللي وصلتنا دلوقتي، زي الانجيل والعهد القديم، بعض الاسفار وكتابات بتاعت الاباء وحاجات بالشكل ده. فدخلت كليه الاداب اسم كلاسيكس. كلاسيكس ده اللي هو اسمه يوناني ولاتيني، ودلوقتي اسمه الحضاره القديمه او اللغات القديمه، حاجه زي كده. برضه ديت لها قصه. انا لما اتقدمت لخطبه مراتي كان عندها 16 سنه، وكانت في ثانيه ثانوي علمي وعايزه تدخل كليه الطب. فانا قلت لها صعب انك انت هتبقي زوجه وتكملي دكتوره، طبعا صعب. حتى الدراسه وبعد كده العمل وكده. قلت لها خشي ادبي، فاعادت الثانويه العامه ادبي ونجحت والتحقت كليه الاداب. الاستاذ بيسالهم في اول يوم انت اخترتي الاسم ده ليه؟ قالت له انا جوزي شجعني عليه، هو غاوي لغات. قال لها طب ما يجي. جت قالت لي تاني يوم رحت قدمت في الكلية، ومش قدمت لمجرد ان الاستاذ قال لها ما يجي، لان انا عارف ان اليوناني اسم يوناني واللاتيني اللي اخترته ولا ليه علاقة باللغة القبطية. خلصت اللغة القبطية، خلصت اسم كلاسيكس، دخلت كلية الاثار، خدت دبلوم اثار. يا ده انت حضرتك بقى يعني. لان طبعا اللغه المصريه القديمه هي اصل القبطي. هي نفسها القبطي، القبطي لغه مصريه. في اخر مرحله ليها. بس وخدت ال يعني حضرتك درست حاجات كتيره جدا طبعا، اسست نفسي طبعا، غير الكتب والمكتبه الهايله اللي عندي اللي اسست نفسي بيها، واللغات اللي اتعلمتها عشان اقدر اقرا برضه في المؤلفات اللي هي بتاعت اللغه القبطيه. يعني مثلا دخلت معهد جوتا ودرست 6 كورسات الماني وساعدتني، انما دلوقتي نسيت كل حاجه. ليه بقى؟ لان بقى لي فتره طويله مفيش مزاوله للغه، سنين طويله، فنسيت الالماني. وبرضه درسنا ايطالي في الكليه، وكنت بتكلم في ايطاليا برضه.
ودلوقتي تقريبا نسيته لان مركز طبعا على اللغه القبطيه عشان ما انساهاش. كل مجهودي وذهني منحصر في اللغه في اللغه القبطيه. خدت ماجستير من معهد الدراسات القبطيه، طبعا انا كنت بدرس فيه بقى قعدت 30 سنه من سنه 1977 لحد 2008. طبعا انا اكل عيشي من الطب وبصرف منه بقى على الايه على اللغه القبطيه، لان طبعا انا عشان اشتري كتاب بعده مئات من الجنيهات مثلا. فطبعا ده من دخلي في الطب اكيد. فالحمد لله يعني خدت الماجستير وحضرت دكتوراه تعبت فيها قوي، وبعدين حصلت مشكله كده ضيعت الدكتوراه مني بعد ما بقت كامله. ازاي ضاعت بقى؟ اول حاجه الدكتوراه ديت مجلس القسم اختار اربع اساتذه عشان يناقشوها. قدست البابا وافق عليهم، كتبوا تقارير صلاحيه انها رساله ممتازه، وقدست البابا شنوده حدد ميعاد للمناقشة، وكان فاضل بتاع اسبوع او 10 ايام على المناقشة. وفي اخر لحظة تم ضم الانبا ديمتريوس للجنة ديت. الانبا ديمتريوس انا هقول كلام واجري على الله كده. انا عقدتي وجايز انا غلطان كانت عينه على انه يبقى رئيس اسم اللغة القبطية في معهد الدراسات القبطية. مين العقبة اللي قدامه؟ العقبة اللي قدامه الدكتور كمال فريد. لان هو وكيل الاسم ومعاه ماجستير وهي الدكتوراه جاهزة. ازاي هو هيجي واحد ما معهوش في اللغة القبطية لا دكتوراه ولا ماجستير ولا دبلوم ولا حتى شهادة جامعية عادية ولا حتى كورسات ولا اي حاجة يبقى هو رئيس الاسم. فبناء على كده الانبا ديمتريوس اجل لي المناقشه ولغاها خالص بعد كده بحجه ان هو قال لي الحجه بقى دايما بيبقى فيه سبب ظاهر وسبب حقيقي. فالسبب الظاهر قال لي عيد كتابه الرساله ديت بحيث تثبت ان نطق اللغه القبطيه الحالي في الكنيسه هو النطق الصحيح. أنا قلت له لا، هو الواحد بيعمل خطوات يوصل لنتيجة، مش بيحط نتيجة قدامه ويلفق لها خطوات. فكتب لقداسة البابا شنودة قال له الرسالة بتاعة الدكتور كمال، كتب تقرير وقال له شفوي ديت خطر على الكنيسة وعلى الوطن. خطر على الكنيسة لأنها تعمل بلبلة في النطق، مع أن أنا ما طلبتش تغيير النطق. الواقع ان انا في اربع او خمس اماكن من الرساله تمسكت بالنطق الحالي وقلت ممكن يحصل تغيير بعد كده باتفاق الجميع وخطوه خطوه على مدى اجيال. وقال انها خطر على الوطن لانها عن احياء اللغه القبطيه. واحياء اللغه القبطيه هيزعل المسلمين وممكن يعمل فتنه. طبعا ديت كلها يعني اسباب واهيه وغير حقيقيه، بدليل ان نفس الانبا ديمتريوس بيحاول يتكلم باللغه القبطيه احيانا ولكنه ضعيف في اللغه القبطيه. ومن كتبه وكتاباته اقدر ابين كميه الاخطاء اللي تبين انه ما بيعرفش لغه قبطيه كويس. وبعد ما بقى رئيس اسم اللغه القبطيه فصل كل الاساتذه المؤهلين الاكفاء اللي موجودين وجاب ثلاث كهنه من الاسقفيه بتاعته الغروشيه بتاعته وخلاهم يدرسوا، وفي حاله انهيار للغه القبطيه دلوقتي في معهد الدراسات القبطيه. انا طبعا بعد الازمه ديت سبت المعهد وقعدت ثلاث سنين ابعت للبابا واتحايل عليه ولقيت ما فيش اي امل ان هو يوافق لي على انه يديني حقي، وانا مش بطلبه عشان حقي، انا كبرت في السن ومش هعمل حاجه بالدكتوراه. انما يحزنني ان يكون في الكنيسه روح بالشكل ده، ويعني مجامله لاسقف على حساب علماني زيي. بعد كده رفعت قضيه، ولما جه البابا تاودروس زعل مني قوي ان انا رافع القضيه،
وانا اتنازلت على القضيه اكراما ليه، ولكنه ما عملش حاجه بعد ما اتنازلت على القضيه. تمام. فالرساله ديت ان شاء الله هتطبع في كتاب وهتتحكي الحكايه كلها، والقارئ هو اللي هيحكم اذا كانت تساوي ولا ما تساويش. اكيد اكيد يا دكتور. طيب فاكرين طبعا الشخص اللي هو دايما كان يطلع في الفضائيات الاسلاميه يقول لك هاتولي راجل. الشخص ده محمود شعبان، عايزين صورته بس نفكر بيه الناس. كان دايما بيطلع في القنوات الفضائيه وبيقول كلام غريب جدا. شفت له احد اللقاءات مره زمان ايام المعزول، وبيقول للمذيع يعني في القناه الاسلاميه بيقول له ايه، ما هو انتوا اللي دلعتوا الشعب، انتوا لو كنتوا قرصتوا عليهم من البدايه ما كانوش عملوا كده. ما كان وقت بقى ما ايه الشعب يعني صار على الاخوان وقال احنا مش عايزين جماعه الاخوان، ابتدت مظاهرات في بدايه الامر يعني علشان ينزلوا، وابتدت استمارات تمرد تتعمل، وكان في تنويه ان الاستمارات بتعدي الملايين. فهو قال لك انتوا دلعتوا الشعب، لو قرصتوا عليهم من الاول واي حد يتظاهر تحطوه في السجن ما كانش الحال ده وصل لموضوع تمرد ومش تمرد. طيب ده محمود شعبان صاحب كلمة طبعا هاتولي راجل، ده من جامعة الأزهر، واكتشف ان هو بجامعة الأزهر بيبث في سموم الفتنة في عقول الشباب، بيقول لهم يا جماعة انضموا لداعش علشان خاطر داعش هي الأصح، وكملوا خربوا في البلد. وطبعا بناء عليه بنشوف اللي بيحصل في جامعة الأزهر، وجامعة الأزهر طبعا لجامعة القاهرة لجامعة أسيوط لجامعة عين شمس لكل الجامعات المصرية في مصر، وشايفين حالة الشغب والعنف اللي بتحصل في الجامعات المصرية. فده تم فصله من الجامعة. أصدر دكتور عبد الحي عزب رئيس جامعة الأزهر في بيان ليه قرار بوقف محمود شعبان أستاذ بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدسوء عن العمل، وبسبب تحريضه على العنف وأخلاق وإخلاله بمقتضيات وظيفته ولحين الانتهاء من التحقيق. هو احنا لسه هنحقق مع محمود شعبان في الكلام اللي بيقوله؟ قالت برضو وزارة الأوقاف ان الدكتور محمود شعبان الداعية السلفي والمدرس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدستوق غير مصرح لي بالخطابة من وزارة الأوقاف. عارفين برضو ان وزارة الأوقاف من فترة يعني من فترة من حوالي كام شهر أصدرت بيان اني مش اي حد يطلع يعتلي المنابر ويقول خطبة الجمعة. كان قرار صائب جدا، لان في ناس كانت طبعا بتقول يعني بتقول كلام مش كويس في خطبة الجمعة. هو ده المفروض يتم التحقيق معاه وبعدين نشوف ان هو هيرجع الجامعة مرة ولا مش هيرجع. ده بيدعو شباب للقتال بكل وضوح وبكل صراحة، بيدعو شباب للقتال. ده ممكن يرجع تاني، ده ممكن يتحاسب كده ونحقق معاه بشكل اسطوري وبعدين نرجعه مره تانيه يعتلي المنابر في المساجد ومره تانيه يدرس للطلبه داخل جامعه الازهر. ده كده متهم بتهمه التحريض فيجب معاقبته على طول، مش لسه بقى هحقق معاه طب انت عملت ولا انت ما عملتش. الموضوع واضح، موضوع صعب قوي بيحصل في المستشفيات. يعني انا لسه في حد مكلمني امبارح من منطقه الخصوص وزوجته في مستشفى العام في المطريه. عارفين ان مستشفى العام في المطريه مستشفى يعتبر مستشفى تعليمي زي كده مستشفى الدمرداش، اعتقد ان هي تعليمي. فبيقول لي حصلت مهازل ومعايا فيديوهات لزوجتي والاهمال الطبي هناك ومش عارف ايه، وزوجتي بتموت وانا سبت الشغل وقاعد كل يوم بروح لها المستشفى. اهمال نوع من انواع الاهمال الطبي. يعني احنا معانا دكتور اكيد كان بيحصل حاجات كتيره في المستشفى، لكن احنا هنشوف ايه اللي بيحصل ونرجع لدكتور كمال هيقول لنا هل الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بيحصل اهمال طبي اكتر من الاول ولا ايه؟ المنظومه والخلل كان فين؟ الخلل كان زمان ومستمر لحد دلوقتي ولا الخلل دلوقتي؟ مفيش رقابه على الاطباء، مفيش حكم رادع لطبيب علشان بعد ما احكم عليه يبقى عبره لواحد زميله عايز يعمل حاجه او عايز يهمل في اهمال طبي او حاجه من هذا القبيل. طيب احنا هنخرج فاصل وهنكمل كلامنا مع حضراتكم
موضوع مهم جدا جدا جدا، المستشفيات. استنونا بعد الفاصل. فضلت أبعد عمري ضاع ومعشتلوش، يرق قلبه وقلبي يعني ضيع عيني ما بتشوفوش. أعمى من كتر الخطايا، قاسي أكتر من البداية، هو بيكمل معايا لو تطلني شروري حوش. يعني أب أنا سبت بيته والمرار لي اشتريته، منسانيش علشان نسيته ولا قلت أنا معرفوش. أجرح ويطبطب عليا يلم جرح يحس بيا، رامي أسود قلبي فيا وجعي وياه ملقاهوش. راضي إني فدي أجيله وانسى فضل وقت ما أفرح، راضي بهموم أشتكيله جوا حضنه عاملي مطرح. ايه هساوى عشان يسامح ماضي كان لي كله جارح، يعني ايه طول عمره فاتح بيته ليا مهما بجرح. يعني طيب رغم انه ساعات يعاقبني لكنه بل ارحمة كبيرة منه لما ليه ذنوبي بيطرح. أندهو لو تعب زادني يمد ايده يخف حني، شال في عز الليل ساترني حتى لو في الدنيا بسرح. اللي بيجمل في صورتي راسم السكة بإيديه، والغريب دايما مرايتي شايفة كل ملامحي بيه. جنبنا ما يطولش ليلي والدموع ما تشوفش عيني، الوحيد اللي بقيلي واللي فرحي معاه وفيه. يعني ايه ما اسمعش صوته وارفض المس هبطوه، قال اراده يكون سكوته وحبه ظاهر لي في عينيه. يعني كل حبايبي غابوا وهو فاتح ليا بابه، يعني لو يوم ابنه سابه بيجري ويدور عليه. يعني طيب رغم انه ساعات يعاقبني لكنه بل ارحمة كبيرة منه لما ليه ذنوبي بيطرح. انده يمد ايده يخف حني، شال في عز الليل ساترني حتى
حتى لو في الدنيا بسرة. تانية ومكملين مع حضراتكم موضوع مهم جدا وإهمال شديد في المستشفيات المصرية. هل القصور في منظومة الصحة بوجه عام؟ هل القصور في القائمين على العمل؟ هل القصور في الأطباء؟ هل في إدارة المستشفى ولا في الممرضات؟ القصور فين؟ حالة يعني كانت موجودة أول أمس لطفلة صغيرة عمرها يوم، طفلة عندها يوم، ولادة طبيعية داخل أحد المنازل المصرية. البنت اتولدت طبيعي جدا، وطبعا بتبقى فيه شوية حاجات وترتيبات بعد الولادة. الزوج خد الأم والطفلة وراح بها المستشفى وقالوا له البنت محتاجة إن هي تقعد في غرفة. احنا عايزين نشوف الغرفة أولا قدام حضراتكم على الشاشة. دي المفروض إن هي غرفة يعني شبه الحضانة كده، أو حاجة تسمى في المستشفيات مكان للتدفئة. الطفل بيبقى مثلا بردان شوية، صح كده المعلومة دي يا دكتور؟ مكان للتدفئة، يعني الطفل بردان شوية ممكن يخش جوه. فاخدوا الطفلة اللي عمرها يوم ودخلوها جوه، جهاز الأكسجين ولع بالطفلة، جهاز الأكسجين ولع بالطفلة، يعني الطفلة سليمة ونزلت سليمة، كانتش محتاجة لا تدفئة. اتفضلوا شايفين المنظر، دي طفلة، دي طفلة عندها يوم. أنا أسفة لبشاعة المشهد بس ده اللي بيحصل في المستشفيات المصرية. شايفين طفلة يوم دخلت مكان التدفئة، جهاز الأكسجين ولع بيها. الممرضة مش عارفة الممرضة كانت نايمة يا ترى، ولا زودوا لها نسبة الأكسجين، ولا ايه مش عارفة. المكان ده المفروض ما حدش بيدخله نهائي، حتى الأم لما تعوز تشوف طفلتها بتبقى ايه جو. معلش خلاص شيلوا الفيديو، أنا بعتذر، لكن ده بيحصل في المستشفى المصرية. الأوضة دي ما حدش بيدخلها خالص غير الدكتور، وبيكون معقم وما بيكونش فيها زبالة، الأوضة مليانة زبالة. يعني أنا مش عارفة أقول إيه، أنا مش عارفة بجد أقول إيه. طفل عمرها يوم وولدت بكل سهولة في البيت، والأم خدتها بس عشان خاطر تعمل حاجة كده بعد الولادة. يعني اتولدت طبيعي واتولدت كويسة واتفحمت في مستشفى. النيابة طبعا أمرت بحبس ممرضتين على ذمة التحقيق 4 أيام، لجانب ضبط وإحضار 3 تانيين بينهم صاحب المركز الطبي بتهمة قتل طفلة رضيعة. طبعا الأب اسمه عمرو عبد المحسن، قدم بلاغ لشرطة الأهرام بيتهم طبعا مركز الرضوى الطبي. اسم المركز مركز الرضوى الطبي في الهرم في منطقة فيصل. بنته راحت وتفحم جسدها زي ما شفنا حضراتكم. دكتور تعليق حضرتك. قبل ما أعلق برضو عايز أقول كلمة على الداعية الإسلامي اللي قالها تقول يا راجل. في مثل عندنا مصري بيقول ناهيتك، ده بقوله راجل على فكرة. ناهيتك ما انتهيت والطبع فيك غالب، دي للكلب ما يتعدل ولو علقوا عليه قالب، حاجه بالشكل ده. طبعا فدول ناس مخهم متبرمج على التعصب، متبرمج على الكراهيه، مهما الظروف اتغيرت ما فيش امل منهم. ده مش اشكال، انما الاشكال لما يكون طبيب متبرمج على التعصب وعلى الكراهيه. فده اللي انا هحكي فيه بعد ما ارد على سؤالك بالنسبه نتكلم للطفله الصغيره. بالنسبه للطفله طبعا ده حادث مؤسف جدا. انما راح ولا جه. حضرتك دكتور الاهمال، انا طبيب استشاري امراض جلديه واشتغلت في حياتي لحد سن 72، وبعدين قفلت العياده، قلت كفايه كده وادي الوقت الباقي للغه الاطفاليه، وده اللي انا بعمله دلوقتي. اللي انا عايز اقوله ان هو ده مجرد حادث نتيجه اهمال، مؤسف جدا طبعا، انما حاجه عاديه. انما المؤلم بقى لما يبقى في قتل مع سبق الاصرار وترصد. طبعا هو ده الحاله اللي معرفش حضرتك كنت هتذكريها. عندي الحاله دي يا شباب.
عندنا مارينا المتوفية أو ميتة إكلينيكيا في أحدى المستشفيات، والطبيب المعالج قال كده يعني خلي سيسو ينفعكم بقى، واحد يعني مدير امن مستشفى الساحل كمان معانا الفيديو بتاعه اتكلم اول امس او بالامس تقريبا مع والي الابراشي. دي مارينا، دي طفله بقى لها 3 شهور مرميه الرميه، دي مارينا اللي حضرتك تقصدها. هي طفله ولا زوجه؟ لا دي طفله، اسمها هي مش طفله قوي يعني، دي مارينا مش عارفه عندها كام سنه. والدكتوره شهدت او الممرضه قالت بشكل واضح ان الدكتور متعصب وقال لها عشان انت مسيحيه او عشان انت يعني مسيحيين واخترتوا السيسي يعني انتوا بتعاقبونا على اختياراتنا اللي هي في صالح الوطن، بتعاقبونا على ايه؟ الدكتور والميثاق اللي انت قاريه وكلمه الشرف اللي انت اقسمت عليها في بدايه حياتك المهنيه كانت على ايه؟ على ان انت تموت الحالات اللي محتاجه رعايه؟ انا مش فاهمه انت يعني. ماشي يا دكتور اتفضل. فاللي انا عرفته في الحادثه ديت زي ما حضرتك قلتي دلوقتي، ان الدكتور قال لهم مش انتوا انتخبتوا السيسي، يقصد يا مسيحيين، فروحوا بقى اشتكونا للسيسي، خلوا السيسي مثلا يعالجكوا او حاجه بالشكل ده. وان الحادثه ثابته وشفتها بعيني في التلفزيون، الممرضات شهدوا على الدكتور ان هو كده. أنا طول عمري كنت متخوف من اللي حصل ده، مش بالنسبة للبنت أو الست دي بالذات، إنها بالنسبة لأي مسيح. يعني دلوقتي الطبيب المسلم اللي اتبرمج على إنه، على فكرة ممكن يعمل كده برضه مع مسلم بس انتخب السيسي. ممكن طبعا. بس أنا بتكلم، أنا كنت حامل هم المسيحيين بالذات في الحتة. يعني لما يكون اتعلم، ما ليش دعوه اتعلم صح ولا غلط، انما اتعلم انه يقتل الكافر، اتعلم ان هذا الكافر لا يستحق الحياه. فلما هو يكون دكتور في مستشفى وعنده مريض مسيحي، يا ترى هيعامله بضميره الانساني ولا هيعامله بالسم اللي اتعلمه؟ السم اللي اتعلمه. معنى كده ان اذا كان في عقليات زي عقلية الدكتور ده في بعض المستشفيات التانية، ان كان بيحصل اهمال متعمد بالنسبة للمسيحيين. كنت طول عمري خايف من الحكاية دي وحامل همها، وبتساءل يا ترى كم مسيحي بيتعرض لكده. وبعدين ثبت اللي انا خايف منه بالحادثة دي لما شفتها، طبعا ان هو قالها صراحة. وطبعا زي ما حضرتك قلتي، ده غير كمان يا دكتور المستشفيات اللي بترفض اصلا استقبال الحاله الا قبل ما يدفع فلوس. يعني انا مش هستقبل حاله غير لما تدفع فلوس. حضرتك نقلتي على اخلاقيات الطب. طبعا للاسف في انهيار اخلاقي. يعني المستشفى اللي يرفض ان هو يستقبل حاله عشان فلوس، ده انا بعتبره قاتل. ده المفروض يتم التحقيق معاه فورا. طبعا هو المفروض ان هو مش انسان. اللي قرر كده او اللي علم الموظفين بتوعه، ما هم بينفذوا تعليمات، ده ما يبقاش انسان. المفروض ان هو ياخد، والمستشفيات بتكسب. يعني لو جات له حاله او اتنين واسعفها وبعدين نقلها على مستشفى حكومي او اي حاجه، هو لو سعفها وبعد كده خد فلوس ماشي، لكن ده بيرفض اصلا لغايه ما الاهل تتصرف في فلوس، بيرفض حتى استقبال الحاله، وبناء عليه حالات كتيرة ماتت بالمنظر ده. طبيعي، ما في حالات قلب وحالات حاجات تانية، جلطة بالمخ، أي حاجة لازم على طول إسعاف، ما ينفعش. فطبعا دول يعتبروا مش بشر اللي بيعملوا كده، وزي ما حضرتك قلتي لازم يتعاقبوا ويتعاقبوا بالشدة. حتة الإهمال طبعا للأسف احنا عندنا، أولا بدل ما بقول للأسف الأول أقول لحسن الحظ، عندنا دكاترة انما عندنا تمريض منهار، وكتير قوي من الفشل في العلاج بيكون نتيجه ان التمريض مش كويس. فطبعا لازم يعني نهتم بالمدارس اللي بتخرج من الممرضات، نعلمهم الاخلاقيات. بيبقى في دلوقتي 5 سنين تقريبا تمريض يا دكتور؟ ممكن في حاجه شبه جامعيه، يعني تبقى كانها جامعيه. لازم يتعلموا ان في ضمير. الضمير ده معناه ايه؟
معناه انها تهتم بالمريض ده كانه اخوها، كانه والدها، كانه ابنها، مامتها، اي حاجه. فده اللي احنا بينقصنا دلوقتي، لو في ضمير من التمريض ومن الاطباء مش هنشوف الحالات دي. طيب احنا حابين برضو نشوف الفيديو اللي تم عرضه مع وائل الابراشي، اللي مدير امن المستشفى، مدير امن مستشفى الساحل، اتكلم عنه. يعني شفنا حالات كتيره جدا فيها قصور، فيها اهمال، يعني لو تم اسعافها، يعني قبل كده برضو الحالات اللي تم رفضها من المستشفيات وفضلت تلف كتير جدا، الطالب او الطفل اللي كان في ثالثه ابتدائي ولوح زجاج دخل جوه رقبته، فضل ينزف دم 5 ساعات عشان حد بس يرضى يقبله، ولا مستشفى رضيت تقبله، والمستشفى الاخيره اللي دخل فيها قالوا له لا، يا تدفع يا تطلع بره، وبناء عليه الطفل مات وهو موجود. 5 ساعات طفل صغير بينزف دم، كان اسمه يوسف. طيب احنا طب لسه الفيديو مش جاي، فالقصور هل فين بقى؟ في 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 التعليم الصحي. طيب هو مدير امن مستشفى الساحل كان بيتكلم وكان بيؤكد ان اداره هذه المستشفى، مستشفى الساحل في شبرا على فكره، كان اسمه طارق عبد العال مدير امن مستشفى الساحل، كان بيتكلم بيقول الراجل اللي موجود اخواني، وبيتكلم وبيقول ان بيقول طالما انتوا بقى خلاص انتخبتوا السيسي، خلي السيسي عليكم وينفعكم، يعني بتعاقبونا على اختيارات. طب ما انتوا جيتوا مسكتوا البلد فتره ما شفناش منكم اي حاجه كويسه، يعني حاجه تشفع لكم ان احنا حتى نبقى عليكم، لكن حتى بعد ما مش يعني انتوا ما بتموتوناش بالقنابل، ولا يعني اللي بيفلت منكم بالقنابل بتحاولوا تعوضوها في المستشفيات، اللي ما بيموتش في قنابل او متفجرات انتوا بتزرعوها لنا في الطرق بيموت في المستشفيات اللي احنا بنخش وكذا مره، يعني بنقول امتى هيتم تطهير كل مؤسسات وكل الاماكن الخاصه بالدوله وكل المستشفيات الحكوميه والمستشفيات الخاصه من عناصر جماعه الاخوان المسلمين، امتى نشوف ده بشكل عملي؟ وزاره الكهرباء من فتره ابتدت تفصل مجموعه قيادات من جماعه الاخوان، لكن في اماكن كتير، في مدارس كتيره بتعاني من وجود الاخوان المسلمين فيها، والمستشفيات كمان. مارينا ميته اكلينيكيا بقالها 3 شهور، وقبلها بنت متفحمه نتيجه للاهمال. طيب اللي بيحصل في المدارس بقى بشكل كبير، احنا بس يا ريت قبل ما نتكلم عن المدارس بقى نرجع للغه الجميله بتاعتنا اللي احنا بنحبها ودايما ما بنسمعهاش غير كده، غير في الكنائس، الحين وتذبحها وكلام جميل جدا، اللغه القبطيه. ليه يا دكتور اللغه القبطيه لغايه دلوقتي بنحس ان هي عايشه معانا؟ طب قبل ما اجاوب برضو احب اعلق على كلامك. اتفضل. فهو انا سمعت بنفسي في التلفزيون مدير الامن ده هو بيقول ان مدير المستشفى ملا المستشفى استاف دكاتره من الاخوان المسلمين. تمام. زي ما قلنا هم في المدارس وفي كل مكان يشعروا انهم يقدروا يكون لهم نفوذ فيه بيحاولوا يسيطروا بقدر الامكان. طبعا جريمه ان واحد يبقى في وزاره الكهرباء وبدل ما يعمل على الصيانه بيتفلنا النور. يعني دي مأساة. نيجي بقى للغه القبطيه، احنا بنشعر انها عايشه معانا فعلا لان احنا اعباط اورثوذكس. الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه طبعا ده احد الاسباب، والسبب الثاني اللي هو انها دخلت في العاميه المصريه. الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه كان ليها فخر انها حافظت لمصر على لغتها القوميه. اللغه ديت جزء من الانسان. يعني ايه؟ يعني هو اللي كونها، هو اللي اختار مفرداتها، وهو اللي اختار تركيباتها حسب تكوين النفس. يعني لغة الإنسان حتة منه. فالإنسان المصري كون اللغة المصرية من كيانه ومن مشاعره ومن فكره، وبالشكل ده قدر إن هو يعمل لغة عظيمة جميلة عاشت في وجدانه
وحتى بعد ما العرب دخلوا مصر ونجحوا في القضاء عليها فضلت روح اللغة المصرية موجودة في تركيباتها في مفرداتها. كتير من اللي احنا بنتكلمه دلوقتي أصله من اللغة القبطية اللي هي آخر مرحلة من مراحل اللغة المصرية القديمة. الشعب المصري يعني حاول يمصر كلمات كتيرة، يعني في كلمات قبطية تعيش معانا حتى الآن وكل الشعب المصري بيقولها دون عمد. يعني مثلا على سبيل المثال يعني أعرف شوية كلمات صغيرة، كلمة فوطة، فوطة أصلها قبطي. بالضبط، كلمة فوطة جاية من الفعل فوتي، فوتي يعني يمسح. تمام. والفعل ده في الصعيدي يبقى فوتة، يعني فوطة بالضبط. فكلمة فوطة كلمة مصرية قديمة أو كلمة قبطية عاشت يوم بعد يوم لحد وسنة بعد سنة لحد ما وصلتنا دلوقتي. مش بس هي في مئات ويمكن آلاف الكلمات اللي هي أصلها مصري قديم أو أصلها من اللغة القبطية أو أصلها من اللغة اليونانية دخلت في القبطي وبعدين انتقلت لينا، أو دخلت في أو من غير ما تدخل في القبطي انتقلت لكثير من لغات العالم. يعني الإنجليزي مثلا هتلاقي 20% من الكلمات الإنجليزية من أصل يوناني ولاتيني، والكلمات العلمية اللي بيستخدموها الإنجليز نصها يوناني ولاتيني. فزي ما دخل عندنا دخل عند اللغات التانية وفضلت تتناقل. كلمة زي ترابيزة دي كلمة يوناني ودخلت اللغة القبطية وفضلت لحد ما بنستخدمها دلوقتي. كلمة زي كلمة طبلية برضو دي كلمة لاتيني ودخلت في اللغة القبطية. كلمة أمال هنوصل لها دلوقتي. كلمة زي طبلي أو طبلي كانت لاتيني وبعدين دخلت عندنا بقت طبلية. تمام. ودخلت الإنجليزي بقت تيبل وبالفرنساوي طبل. فيعني الكلمات دي عاشت معانا. كلمة أمال أصلها هي يوناني على قبطي، يعني ساعات الكلمة من أو ومالون. أو يعني ماذا ومالون بالحري. فأو ديت قبطي ومالون دي يوناني ومالون بقت أمال. كلمة زي كمان برضو ديت أصلها يوناني مع قبطي. كلمات كتيرة وفي كلمات دخلت من اللغة المصرية إلى اللغة العربية من قبل التاريخ. تمام. زي كلمة أنا أصلها في المصري القديم أنك. وكلمة أنت أصلها في المصري القديم أنتك. فالكلمات دي كلمات مصرية العرب هم اللي خدوها مننا. ليه بقى؟ لأن أولا إحنا من آلاف السنين عندنا لغتنا، هم ما سمعناش عنهم إلا قبل الإسلام ب 200-300 سنة عن اللغة العربية. قبل كده ما كانش فيه نصوص ولا أي تدوين ليها. إحنا عندنا يعني الضمائر الثمانية، أنا أنت أنت هو هي نحن أنتم وهم، فديت ماشية ب يعني بارادايم واحد، يعني بسيستم واحد عندنا في القبطي. إنها في العربي تلاقيه خد شوية من عندنا، أنا وأنت وأنت وأنتم، وبعدين خد هي وهو وهم من سكة تانية. فمش ماشي منسجم كله مع بعض. طيب هناخد تليفون يا دكتور ونرجع نكمل. طبعا. مساء الخير. مساء الخير. ألو أنا على الخط. أيوة. ألو أيوة أنا على الخط. أيوة يا فندم معاكي على الهوا. أيوة لو سمحت يا استاذه نبيل، الادمان التعصب مش بس في المستشفيات، احنا في الاذهان شايفين الوي، في الجيره شايفين الوي، في الشارع واحنا ماشيين شايفين الوي، مش بس من الاخوان، برضه من بعض المصريين العاديين اللي هم مبيتين في فكره اخوان. يعني انا معاك الشغل بس لو المسيحي بيتعادل في مصر درجة خمسة كان معاك متعامل على انه مش وقت خالص، مش بني ادم. فتخيلي بقى سحرية معاقة معرفش اتكلم مبقاش اعمل اي حاجة. يعني فارجوكم يعني يا ريت شوفنا ده يحصل لاي مسؤول بتفوت الاكل احنا متنازلين اخر مرزله. وشكرا
عملياتي. طبعا مقدره لان الموضوع مش بس اهمال ولا تعصب، الموضوع واحنا كمان ماشيين في الشوارع يعني بتشتكي من حاجات كتيره جدا. يا ريت صوتها يوصل للمسؤولين وبنضم صوتنا لصوتك طبعا. بس الحاجات اللي احنا قادرين عليها دي يا ريت نعملها. يعني الاهمال احنا بنشوفه بشكل واضح في المستشفيات، بنشوف الاهمال بشكل واضح في المدارس، فيا ريت اللي يشوف اي حاله يبلغ عنها، اي حاله، دكتور، مدير مستشفى بقى، ناظر، مدير مدرسه، اي حاله عايزه يتبلغ عنها لازم نبلغ عنها. كده احنا برضو بنبني مصر، كده ان احنا بنساعد في ان العناصر التي تنتمي لجماعه الاخوان المسلمين ما تكونش موجوده، بنساعد ولو بجزء بسيط جدا في بناء مصر. مع حضرتك يا دكتور. طبعا الناس منفعله يعني حضرتك. هو طبعا الناس ليها حق. هو يعني في حاجات يعني لازم علماء الاسلام يلاقوا لها تفسير فيه تسامح وسماح. يعني لما مثلا المسلم يقرا ايه بتقول اشداء على الكفار رحماء بينهم، طيب ما هو خلاص عنده امر بان هو يكون شديد على الكفار، يعني معنى كده انا ليا مصلحه في اي جهه حكوميه هيحاول ان هو يقرفني ويعطل لي مصلحتي، هيحاول ان هو يعاملني كتلميذ في المدرسه معامله سيئه، هيحاول ان هو ما يقبلنيش في مستشفى مثلا. غير الحاجه دي حاجات سلبيه، انها في حاجات ايجابيه، يعني مش ايجابيه كويسه، يعني حاجه بيعملها بقى ان هو كل شويه يتجمعوا ويهجموا على محلات، يهجموا على شقق، كل شويه يهجروا. وبعدين المسيحيين اللي بيتخطفوا دي مصيبه كبيره. لا هو دي لازم يعني الحكومه تهتم بيها. يعني لا على الجنبين ازاي؟ اكتر. لا ده اكتر كتير. ده انا قريت من يومين كده على قريه اسمها الشاميه، تبع ساحل سليم بالظبط، وكاتبين اسماء اعداد كبيره جدا بتتخطف من الشباب ومن الاطفال وكده. طب احنا هنعيش ازاي؟ وبعدين اللي بيدي كل فلوسه طبعا بيلم كل الفلوس اللي عنده، واللي عنده اخوه، واللي عنده ابوه، واللي عنده ابن اخته عشان يرجعه. طب بعد كده هيعمل تجارته ازاي؟ وهيعيش ازاي؟ وهيستمر ازاي؟ دي حاله. عشان كده انا قلت احنا هنستنى ونشوف الحكومه هتقدر تعمل لنا ايه. طيب احنا يعني لو في كلمات قلتها تاني ممكن برضو ناخدها لو حضرتك. طبعا في كتير كلمه، مثلا زي كلمه اللي هي ايوه. طب البلدان يا دكتور. البلدان في طبعا في بلاد كتير اصلها قبطي، من ضمنها كلمة شبرا. خيمة. شبرا لوحدها. شبرا معناها عزبة. مزرعة أو عزبة أو حاجة بالشكل ده. وبعدين بقى يعني إيه مثلا يقول العزبة البحرية، العزبة الغربية، حاجات بالشكل ده. العزبة البحرية اللي هي شبرا خيط. شبرا خيط. العزبة الغربية اللي هي شبرا منت. بحرية مش من بحر، يعني بحرية عن الشمالية يعني. في بلاد زي دمنهور اللي هي ديمي انهور اللي هي معناها مدينة حورس. ديمي يعني مدينة ان بتاعت حور. ناس طبعا ايه الناس بقى بتقعد ايه تألف. واحد يقول لك دي كان اصلها الدم نهور بقت دمنهور. او يخترع له بقى مذابع وعجلات بالشكل ده. فكلمة زي اسيوط، سيوط. جايه من سيو يعني نجمه. موني اللي بقت منها المنيا برضو. برضو دي ليها معنى مينا وليها معنى دار، يعني في بلاد كثيره. طبعا كلمه زي اسكندريه دي طبعا من الاسكندر الاكبر، بس كان ليها اسم تاني اسمه راكودا او راكوتي. فراكوتي يعني اللي متحوطه بالماء، لانها كانت جزيره او شبه جزيره، واخترعها الاسكندر وبنى عندها مدينه اسكندريه. تمام. بالنسبه لاسماء البلاد طبعا في كتاب عمله اميرينو بالفرنساوي، كتاب قيم جدا وجايب مئات الاسماء بتاعه البلاد اللي هي. طبعا الحاجات دي هي ليها قاعده تانية ان شاء الله، نقعد مع بعض ونعرفكم اسماء البلاد
حصلها قبطي، أعرفكم الكلمات اللي هي امتدت من المصرية القديمة إلى القبطية إلى العربية، نعرفكم التعبيرات زي مثلا إيه لما بنقول لواحد أنت مين، بنبتدي بأنت وبعدها الاستفهام مين، بالعربي يقول لك من أنت يبتدي بالاستفهام، فتعبيرات كتيرة قوي واخدة الروح بتاعة اللغة القبطية. كل الحكاية إن المفردات اتغيرت وأحيانا النحو اتغير. جميل جدا اللغة القبطية وما زالت تعيش معنا حتى الآن، ولكن عايزين نرجع للي بيحصل في المدارس، ومدرس اتأخر عن الحصة الأولى فطالب شال الدكة ورمها على زميلته في سنة خمسة، ودي في مدرسة عمر بن العاص الابتدائية المشتركة بمدينة دمياط. التعليم أصلا تربية وتعليم، أنت قبل ما بتعلم بتربي، فدي أخلاقيات بعض الطلبة في داخل المدارس. طبعا الحادث المروع اللي حصل غالبا يوم السبت اللي فات وموت 10 طالبات من جامعة سوهاج أقامت الحداد 4 أيام على روح الطالبات، وطبعا في مشكلة في الطرق بنعاني منها في طرق كتيرة جدا في بعض المحافظات المصرية. تسمم 30 تلميذ أثر تناولهم وجبة طعام فاسدة في سوهاج، يعني يا إما الطالب يتسمم يا إما يقع عليه الباب الحديد بتاع المدرسة اللي هو عايز يتغير بقاله سنين ومتمسكين بيه، يا إما يقع عليه لوح زجاج أي حاجة، المهم يموت بأي شكل، يعني بأي طريقة لازم يموت. فده تسمم 30 حالة في مدرسة في سوهاج. طيب غرق 24 مهاجر غير شرعي بالبحر الأسود بالقرب من إسطنبول. قلنا يا جماعة عودوا هنا، واللي معاه قرشين كده مع زميله يعمل مشروع على القد، مش لازم تسافروا، أديكوا غرقتوا، الناس ماتت والناس غرقت في البحر. طيب بنك سيتي بنك بيقول لعملائه اسحبوا كل مدخراتكم علشان البنك يمر بضائقة مالية، وده ليه كل التقدير والاحترام لان هو بلغ عملائه ان هو هيصرف جميع المستحقات اللي عليه وجميع المستحقات للعملاء، حتى الودايع هيتم فكها للناس وهيدوها من غير ما البنك ياخد اي فايدة. فبنك محترم جدا سيتي بنك، فاكرين بنك الاعتماد لما صفى في كل انحاء العالم ولم يغبر عملائه، لكن مصر اتخذت اجراءات قانونية وقدرت ترجع الفلوس. اي نعم رجعت فلوس العملاء بعد سنين طويلة، ولكن الفلوس رجعت، لكن البنك اللي أبلغ عملائه بنك محترم أكيد. طيب عايزين نقول إني قرر اللواء صلاح الدين زيادة وضع اسم الشهيد مبدي زكي عوني أحد شهداء حادث العريش كرم القواديس على أحد المدارس في محافظة المنيا. شكر وتقدير للمحافظ. عايزين كل الشهداء يتم إطلاق أساميهم يا إما على شوارع مصرية يا إما على مدارس مصرية، يستحقوا لأن هم ضحوا بحياتهم للوطن. مجموعة من الأشخاص من بدو سينا عملوا حركة اسمها حركة أبناء سينا، حركة أبناء سينا، وبيقولوا يا جماعة إحنا هنقف ضد بيت المقدس وهناخد حقنا بدل ما هم يخشوا علينا بيوتنا ويموتونا. يعني مجموعة من الشباب أطلقت هذه الحملة، مجموعة كبيرة من الشباب، وداعش طبعا بتعلن عن وظائف شاغرة ومرتبات 140 ألف يورو شهريا. طبعا ناس كتيرة قوي من الدواعش فرت هاربة من هذا الجحيم، وبناء عليه بيطلبوا فيه وظائف فاضية يا جماعة ب 140 ألف دولار شهريا، وهم بيطلبوا مهندسين متخصصين في مجال البترول بعد ما تسيطروا على شركات البترول في العراق وسوريا، فهم عايزين مهندسين بترول. وفي أقاويل تقال للجماعات الإرهابية بتقتل الجنود في مصر ولكن لن تتحرك حينما تم غلق الأقصى. طيب الدعوة السلفية من الجمعة اللي فاتت كانت عاملة مؤتمر بعنوان مخططاته، يعني حضور مؤتمر كبير لو معانا الصورة ممكن نطلعها على الشاشة. المؤتمر الخاص بالدعوة السلفية للشيخ عادل نصر وعبد المنعم شحات كان 31 أكتوبر، ده مؤتمر للدعوة السلفية علشان رفض، يعني العنوان الشيعة روافض، هما بيقولوا الشيعة روافض، هل ده مش تحريض بشكل علني؟ ما ده تحريض برضو، ده نوع من أنواع التحريض ضد الشيعة الروافض.
لم يتم يعني التحقيق حتى مع هؤلاء. طيب تقرير الطب الشرعي الخاص بدوما علشان الناس اللي كانت بتشتكي ان دوما ما زال محبوسا في السجن وان حالته سيئه جدا، التقرير بيقول، قال الدكتور هشام عبد الحميد، التقرير اثبت استقرار صحه دوما، يعني الصحه تمام التمام وتكمل المده اللي متبقيه لك ولما نشوف لو في احكام ثانيه، ولم يعاني من اي امراض، ما فيش اي امراض وما فيش داعي لوجوده في مستشفى قصر العيني. ورحلت بالامس الحسناء مريم فخر الدين، طبعا عارفين مريم فخر الدين بوجهها الملائكي يعني من ايام الزمن الجميل، والاغاني اللي كنا بنشوفها لو زمان بتقول لنا الاغاني دي الافلام بتاعتها، ان احنا لما بنتفرج على فيلم من بتوع اليومين دول بنبقى مستائين جدا لما بنشوف مريم فخر الدين وناديه لطفي وزمان وسعاد حسني، واحد بيحس الفرق. طبعا دكتور انا عايزه اعرف لو في عادات وتقاليد مصريه مستمره معانا حتى الان. اه كتير طبعا. تمام. من ضمنها مثلا الاربعين اللي احنا مش قادرين نبطله. دي ابتدينا يعني اعرفها من امتى؟ يعني الحاجات دي مستمره معانا من مصر القديمه طبعا. ورغم ان الكنيسه قالت ما فيش صلاه اسمها صلاه الاربعين وكده، انما الناس بس تعمل قداسه. الموالد طبعا، السبوع السبوع طبعا، وبعض الالفاظ مثلا برجلاتك اللي في السبوع هي بيعدوا من فوق الطفل كده، فهي معناها افتح رجليك كده، برجلاتك برجلاتك البرجل يعني. بالظبط. اكيد كلمه برجل برضه جايه أيوة. منها. حلوه دي، منك اكتشفت حضرتك حاجه. طيب كتاب محنه الهويه المصريه كتبته في فتره ما قبل 30 يونيو، لكن الان مصر كلها وبكل ابناء المخلصين ضد الطيارات اللي حاولت طمس هذه الهويه، هل يمكن ان يكون هناك كتاب جديد يعبر عن هذه المرحله الجديده؟ عايزين كتاب يعني بنستفاد من كتابات حضرتك. طبعا هو الكتاب ده انا كاتبه من يجي 20 سنه. وفي ايام كان صعب قوي ان الواحد يقول الكلام ده فيه. يعني ديت الفرق بيني وبين غيري من الناس اللي هم اهتموا بمصر وبالهوية المصرية وكده، انا قلته بزمن ما كانش حد يقدر يقوله. وقبله كان في كتاب اسمه تاريخ اللغة القبطية برضه بنفس الكلام. تمام. وليا كتاب تالت عن مكتبة اسكندرية، بيحاولوا يقولوا ان الانبا تاوفيلوس هو اللي هدها، طبعا انا برد عليهم وبثبت ان عمرو بن العاص هو حرق كتبها. ده مزبوط تاريخيا. طبعا ما الكتاب جايب الادله طبعا، وبيناقش الموضوع لان يعني في بجاحه غريبه قوي، وبجاحه يعني فيها شيء من الخيانه للوطن، يعني ان انا دلوقتي مثلا ايه، انا مسلم بحب يعني واحد غيري مسلم بيحب العرب، وبعدين لا ان عمرو بن العاص عمل جريمه بشعه اللي هي حرق مكتبه اسكندريه. عايز يبرئه من الجريمه ديت، يدور على واحد من اجداده المصريين محدش مثلا يلفع له التهمه. طب ما هو يدافع عن عمرو ويثبت يعني باي كلام ان هو ما عملش، انها مش لازم يجيب كرش فداء من اجداده يعتبره هو اللي عمل الجريمه دي. هو اللي حرقها عمرو بن. أيوة. والقصه معروفه طبعا، ازاي عمر بن الخطاب قال له اذا كان فيها ما يتفق مع القران عندنا القران، اذا ما كانش عندنا ما اذا ما كانش فيها ما يتفق مع القران يبقى احنا مش عايزينها. طيب مستقبل مصر شايفه ازاي؟ مستقبل مصر احنا اولا يعني المعجزه اللي حصلت من السيسي لما شال الاخوان ديت ادتنا امل كبير قوي. تمام. ولكن هو الظلام كامل، مين اللي هيغلب؟ المخ المتنور السمح بتاع السيسي ولا الجهلة اللي بالملايين اللي ما عندهمش قبول للاخر واللي ممكن يطيروا السيسي لو لقوه مش ماشي على هواهم؟ فأنا عندي عشم إن السيسي والناس المتنورة اللي حواليه يكونوا صاحيين وما يسمحوش لحد إنه يطيرهم. وده مش كفاية، لازم كمان يبتدي بقى بعد ما الأمور تستقر دي
دي حقق المساواة الكاملة بين المسيحيين والمسلمين. في حاجة اسمها مواطنة. أكيد. كل واحد بصفته مواطن يتحط في المكان المناسب زي ما قلنا من شوية. أكيد. بشكر حضرتك دكتور. أنا أشكرك وأشكر المحطة وديت يعني كانت فرصة جميلة جدا لي. أمتعتنا النهارده. أشكركم جزيلا. بشكر حضراتكم ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين وعيد حب سعيد على كل المصريين وعلى كل أسرة قناة الطريق. شكرا لحضراتكم واستنونا في حلقة جديدة وأم الدنيا. أم الدنيا اللي بتجمعنا، مصر اللي وجعها بيوجعنا، اللي نسمها يرد الروح اتخنقت ما بقتش تسعنا. أم الناس اللي بتسرقها، رب الناس كبرت حرقها، صبرة وبتدور على طوق تهربي من اللي مغرقها. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، واحنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. أم الدنيا كانت هي ولازم ترجع زي زمان، احنا وراها لحد ما ترجع زي ما كانت واحلى كمان. في كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق.